بيسرنا نرحب فيكي مرة تانية أخصائية البشرة سيدرا، وأهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم صبايا. صباح الخير سيدرا. صباح الخيرات حبيبتي. بالبداية خلينا نحكي عن شوي مفهوم نضارة البشرة، وهالمفهوم اللي يمكن كتير عالم ما بتعرف شو يعني بشرة نضرة، إمتى تصنف هيك؟ تمام. هلا نحن لحتى نوصل لبشره نضره بده يكون في عنا جسم صحي، ودائما انعكاسات اي اثار سلبيه او امراض على بيكون موجوده بالجسم، ان كانت موضعيه ولا ان كانت بكل الجسم او دمويه او حتى هرمونيه بتاثر على الوش بشكل مباشر، هو دائما مرايه. وحتى في كثير انواع من الامراض تشخص عن طريق علامات معينه بتظهر على الوش. لهيك اي صبيه لما بدها توصل لنضاره مثاليه ما بكفي انه هي تستخدم اي كريم او تتبع روتين معين او حتى تعمل جلسات علاجيه، لازم دائما تعرف اذا في عندها اي مشاكل من جوا، اذا في عندها فقر دم مثلا على سبيل المثال، اذا في عندها اختلاطات هرمونية، إذا في عندنا نقص فيتامينات معينة، لأنه في عندنا نحن أنواع معينة من الفيتامينز هي المسؤولة اللي نسميها فيتامينات الجمال، وهي فيتامين A وفيتامين E وفيتامين C، وأي خلل بواحد من هدول الفيتامينات الثلاثة كتير بيأثر بشكل سلبي على الوش، يعني بيكون شيء واضح جدا. وإذا تأخذ مكملات غذائية وصار هذا الموضوع يعني كتير متوافر، وطبعا شرب كميات معقولة من المي، ما عم نقول كبيرة لأنه كمان صعب، شو بيقولوا إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، بكفي من 6 إلى 8 كاسات مي باليوم. طلعت إشاعة إنه لا، لازم يكون بيورو، يعني يكون مي بس مي، ما يكون لا شاي لا نسكافيه لا عصير. طبعا هذا الحكي غلط، بكفي انك انت تدخلي سوائل على جسمك مشان يكون في عندك طرح صح للسموم بقلب الجسم مشان تعكس نضاره وصحه بالبشره. تمام. يعني سيدرا مثل ما حكيتي انه الغذاء الفيتامين اللي بيحتاجه الجسم بياثر على نضاره البشره. أكيد. في شغلات ثانيه مثلا ممكن تاثر عليها، مثل انه اغلب السيدات بيناموا بالميك اب. يعني ايه تمام بالضبط. هلا هذا الموضوع يعني كثير نحن بنتطرق له وما بنمل منه اكيد، لانه للاسف قديش يعني هلا صار في عندنا كم وسيله نحن ممكن نتعرف فيها على القصص اللي لها علاقه بالعنايه بالبشره، ولسه في ناس بيعملوا هذا الموضوع. في صبايا تنابل، يعني بيعترفوا انا تنبل ما بحب. تمام. لا اقل شيء بس مسحي ميك اب، حطي قدامك ولو الكلينكس اللي بينظف الميك اب، مع انه هو ما له صح بس احسن من بلا، بس انه مسحي الميك اب ونامي معلش. بس اعملي اللي عليكي ونامي. كثير غلط موضوع الميك اب، بسكر المسام، بيمنع التنفس، بيمنع التجديد الطبيعي للبشره. بتلاقي البشره بصير لونها على اصفر لانه ما بيصير فيها استقلاب صح، ما بتصرف السائل المفاوي الصح اللي هو بيؤدي لصفار البشره. نعم. سيدرا طيب خلينا نحكي شوي عن انواع الماسكات، وخصوصا كثير من الصبايا بيقولوا انه انا ماني فاضي انزل اليوم على السوق، او مين بده يدلني اذا هذا الماسك بيناسب بشرتي او لا، وخصوصا كثره الماسكات التجاريه وانواعها، فشو الماسك طبيعي ممكن اي صبيه او اي سيده بالبيت تعمله؟ هلا اي ماسك اي صبيه بتعمله، بس المهم يكون بيناسب بشرتها، يعني اذا بدنا نفوت بهذا الموضوع عن جد ما بنخلص. بس المهم انك لما بدك تعرفي انت اول شيء شو هي طبيعه بشرتك، ثاني شيء تعرفي شو الماسك اللي بيناسب بشرتك. انه دهنيه شيء شافش بالضبط، يعني هنا انواع وكمان حكينا عنهم. انواع ضروري انك تعرفي انت شو نوع بشرتك تحدديها، اما انت من ثقافتك الشخصيه وهذا الشيء كثير عادي، ممكن انت عن طريق اخصائي اذا حسيتي حالك انك عم تستعملي شغلات ما ناسبت وشك، ما عطتك النضاره اللي انت بتحبيها. بدي نوه على شغله كثير منيحه، انه بليز ما تستخدموا الماسكات لنقول تجاريه ولنقول شوي سوري بس رخيصه. منتشر هذا الموضوع كثير، عم ناس ماركات تقليد وماسكات كثير اسعار عم تكون بخسه عم تحطها على الوش. اكيد المواد الفعاله فيها هي ما انا مواد فعاله، احيانا عم يحطوا فيها هرمونات وهذا الشيء كثير سيء، يعني انت بلحظتها عم تشوفي نضاره بس بعد كم يوم شوفي شو راح يصير بالوش. اكيد لا، اذا بدك انت مثلا ما عندك قدره ماديه انك تجيبي ماسكات جاي للطبيعه، جاي للطبيعه اكيد، يعني بضل هذا اقل ضرر من موضوع انك تحطي ماسكات سيئه. يعني انتشرت هي قصه ماسك الفحم وما ماسك الفحم، ويعني انا حابه اذكره. طب اوكي، هو كثير منيح، هو عباره عن مقشر لا اكثر ولا اقل، لا بيشيل زيوان ولا بينقي ولا بيعمل اي شيء، هو مقشر حلو انك تعمليه وبعده تحطي اي شيء مرطب على وشك مره بالاسبوع بعد الحمام، كثير منيح. تمام. سيدرا حكيتي لنا عن الغذاء يلي لازم السيده تتناوله، خلينا نحكي عن النوم.
بيقولوا انه النوم هو بيمنح جمال للمراه، بيعطي بشره نضيره لاي حد. صحيح هذا الحديث؟ هلا انا اليوم ماني نايمه بس بس ما شاء الله عليك حبيبتي. هلا دائما الجمال مرتبط بالنوم، طبعا مو النوم المبالغ فيه، انا شخصيا حدا بيحب النوم كثير. واكيد الصبيه اللي ما بتنام بده ينعكس هذا الموضوع على نفسيتها، بده ينعكس على قدرتها على اول شيء السيطره على نفسها والتحكم باعصابها بحركاتها حتى الفيشل اكسبريشن اللي هي بتعملهم، يعني احيانا بتحسيها متوتره. هذا الموضوع كله مع العمر بيأثر، قلة النوم أو الأرق كتير بيأثر على هذا الموضوع. وللأسف الناس اللي بيعانوا من الأرق بيضطروا ياخذوا مهدئات عصبية. صح. المهدئات العصبية أكثر المواد ضرراً على البشرة، يعني فوراً بتأثر. اللي عندهم هنا المشكلة بموضوع الأرق وما عم يقدروا يناموا يلجأوا للمواد الطبيعية، للأساليب الطبيعية، يلعبوا رياضة، يحاولوا أنهم يتعبوا. أحياناً العمل المكتبي ما هو كافي أنه جسمك يحس أنه هو بحاجة للنوم. هي عم تشتغل مثلاً 12 ساعة بس ورا مكتب، ما عم يصير في عندها هي الحاجة للنوم، بتحس حالها هي عندها أرق. جربي تلعبي رياضة، جربي تاخدي لبن، جربي تشربي لبن قبل النوم كتير منيح، تقري كتب. هذا الموضوع بيساعد انك تنامي بسرعة. وأقل شيء لازم الصبية تنام 6 ساعات، هذا فوق ال 18. نتيجة تكرار قلة النوم حيصير في عندها تنفيخ، يعني حتحس خلال 3 أيام انه وشها منفخ، تحت عينها منفخ، فعلا فقدت شيء من جمالها. لانه النوم بيساعد انه الجلد كتير يجدد حاله، والمي تجي على البشرة وتاخذ شو في عندها سموم وتروح تطرحها. اذا ما صار هذا الموضوع حيصير تراكم وحيصير في تنفخ. طيب سيدرا، خلينا نحكي كمان عن نقطة كتير ناس تسأل عنها، اللي هي الكريم اللي بيقشر البشرة. في كريمات بينقال عنها انه هاي موجوده بكل الصيدليات، هذا كريم يومي لتقشير البشره، هل صح انه شخص كل يوم يحط كريم تقشير البشره على وشه؟ هذا الشيء صحيح؟ وخصوصا نحن بنعرف انه هي فيها مواد قاسيه شوي، يعني ما ناسيه. تمام. هلا انا بدي اضيف شوي، ما تواخذيني. في عندنا نحن شيء دارج اللي هو المقشرات اليوميه. تمام. الغسول بتيجي عن طريق غسول، وفي كريمات اللي هي مقشرات. هلا ما في، مو غلط انك انت تستخدمي غسول مقشر مرتين بالاسبوع اثناء الحمام. ليش؟ لانه انت عرضتي بشرتك لمي، واذا كانت المي دافيه بقى هذا بيساعدني انه انا اشيل الخلايا الميته بشكل اسرع واصح. اكيد هذا النوع حلو، بنستخدمه مرتين لمره بالاسبوع حسب العمر، بجدد البشره. بعد ما تطلعي من الحمام تحطي كريم مرطب بيناسب بشرتك، انت هيك بتكوني عم تحافظي على بشرتك نضره وبتمنعي من تراكم الاوساخ والخلايا الميته. اما الكريمات المقشره اذا ما عندنا مشكله ما حدا يستعملها. يعني هلا نحن فاتين على فصل الخريف وان شاء الله الشتاء، والناس كلها راكده على موضوع التقشير. ليش اذا ما في مشكله ليش تقشري وشك؟ لانه بعض الاشخاص بيقولوا لك انه خلال فتره الانقلاب بين الخريف والشتاء او بين الصيف والبشره بتنشف، فانا بحاجه لتقشير لحتى احافظ على بشرتي. هذا اللي يروج يعني. ما هو التقشير بينشف البشره، يعني هي معلومه كثير مهمه. بالضبط، هي كل من 20 ل 21 يوم حسب طبيعه الجسم وحسب العمر بصير في عنا تجديد بالطبقة السطحية. لأنه طبعا فأنت ما بتنصحي بالتقشير خلال هالفترة أبدا؟ بننصح فيه إذا في حالات تستدعي أنك أنت تقشري. إذا أنت عم تعملي سكراب مرتين بالأسبوع، إذا عم تستخدمي كريم مرطب، كريم معالج، كريم بيناسب عمرك وبشرتك، أكيد ما أنك بحاجة. الموضوع اللي هو مشكلة صراحة أنه في صبايا صغار بالعمر ممكن تكون مشكلتهم كتير صغيرة، يلجأوا لأساليب تقشير كتير قاسية. هو هذا الشيء الغلط. يعني ما حدا ضد التقشير، كأخصائية هو جزء كتير كبير من العلاجات اللي بيساعدني فيها هو التقشير. لابد من اني اي صبية عندها مشكلة قشر بعدين اشتغل على باقي الموضوع. بس اذا في صبية ما عندها مشكلة وراحت عملت الفراكشنال ليزر مثلا او قشرت باحماض الفواكه، لا اراديا سنة بعد سنة حتوصل لمرحلة حشير ما بيعود بيعطيها نتائج، بصير في عندها تعود للبشرة، بصير بدها تقشر على مرتين ثلاثة مثلا خلال هاي الفترة لحتى تحصل على النتيجة اللي كانت عم تحصل لها قبل 3-4 سنين.
بيتعود الوش مثله مثل اي شيء بالجسم. يعني حتى الكريمات انت عم تستعمليهم على 3 4 شهور بتحسي بعدين ما عاد تستفدتي، لازم تغيري الكريم، شو مالك انت على سنوات عم تقشري بشرتك. هذا موضوع. موضوع الثاني كثير بيزيد من حساسيه البشره وبتنقص كثير من قدرتها على الوقايه من العوامل الخارجيه، بتشوفيها مع العمر بتتحسس بسرعه، بيظهر عليها احمرار بسرعه، تلطخ بسرعه، ما بتتحمل اي شيء، يعني بتصير هي بشره ضعيفه. واصلا من مقومات جمال البشره سماكتها وقدرتها على انه تقاوم اذا في عندنا اي مشاكل. لهيك اذا انت مانك بحاجه لتقشير، ما عندك مشاكل حب، كلف، نمج، تجاعيد، مسام، ما تقربي على التقشير. حاولي انه كل شيء بوقته، يعني ستيب باي ستيب حيوصل لعمر اصلا الواحد يحتاج غصبا عنه يعمل الفراكشنال ليزر والحمضي وكذا. ما تخلي انه انت تاخذي كل الاجراءات وتوصلي لمرحله ما عاد فيك تعملي شيء، لانه عن جد جايين بوقتهم. صحيح. سيدرا مثل ما بتعرفي كمان ومثل ما عم يتداول هلا بمراكز التجميل في شيء عم يقولوا له ماسك ذهب، كريستال، هدول القصص يعني هي اسماء حلوه وبتغرق ملفتة ملفتة بتجذب تماما السيدة. يعني السيدة بس تسمع ماسك ذهب بتفكر هلا حتى تقلب بشرتها ذهب. قديش قديش صحيحة؟ يلا يا ريت، ليه لا؟ هلا الفكرة انه دائما ما فينا ننكر الجانب الاعلاني من اي موضوع. وكلياتنا بنحلم انه وشنا يصير كريستال وشنا يصير ذهب، وبطبيعتنا نحن كإناث يعني او حواء بنربط دائما الشيء المنيح بسعره او باسمه. ماسك الذهب الحقيقه هو طلع بدايه بدول شرق اسيا، استخدام حقيقي لذرات الذهب، لكن ما تستخدم على الوش بشكل كامل. الفكره من ماده الذهب هو معدن بالنهايه، معدن عنده شحنته موجبه جدا. وقت اللي انت بتحطيه على وشك باراني معينه مسؤوله عن تصريف السوائل السامه او اللي هي بتاثر على نضاره البشره، بينحط مثلا منطقة بين الحاجبين عند الفكين تحت الأنف حول التم وبأول الجبين عند العظمتين اللي هون وعظمتين الكتاف، وتحت منه أولا بندهن نحن سائل مغذي مكثف جدا، وبعدين بنحط نترات الذهب بهدول الأراني ونسيت عند الأذان. مهمتهم هدول النترات بكميات كتير قليلة وهن فعلا ذهب بيكونوا. تصريف السوائل اللي هي سامة والمواد اللي متراكمة بالبشرة في تقنية وفي شيء معين معناتها اللي عم يصير ما له علاقة أبدا، يعني هو كركم أنا بقولها برجع بقولها. بتشوفي لونه أصفر وعم يلمع فيه بهروجان، هذا كركم بس، ما في أي، ممكن يكونوا حاطين معه مغذي ممكن كذا، بس المعنى الحقيقي للذهب اللي بيكلف فعلا ممكن مئات الدولارات حسب قديش أنت بتحطي كمية الذهب، وبيستخدم بشرق آسيا وعالميا، هو هذا، هو تصريف المواد السامة من البشرة، مو مثل اللي عم نشوفه هلا بالسوق. خديه وحطيه على كل وشك. ايه هيك بيجي مثل الجيلاتين وبتحطيه وبيقشر وهيك بتشيلي. ما هو نفس المادة تبعيت ماسك الفحم، هو جيلاتين هو بنشف على الوش بيقشر طبقة حلوة يعني بيغير، بس مو هو ماسك الذهب أكيد يعني تماماً. سعره عم يكون كتير زهيد، شوف الذهب الرخيص عن جد. مزبوط. يعني طيب كمان سيدرا كتير أسئلة بتخطر على بال كل صبية وكل سيدة، بعض السيدات بيبعتولنا أنه طيب أنا مثلا هل بتختلف بشرتي أثناء الحمل والولادة، هل أنا ممكن بصير بحاجة للتقشير أكثر، وخصوصا نضارة البشرة بنعرف تتأثر بهي الفترات عند السيدة، شو ممكن تنصحيها؟ هلأ السيدة الحامل لا يمكن تقرب على وشها بأكثر من مرطب وواقي شمسي. فترة الحمل في عنا تغييرات هرمونية كبيرة، هاي التغييرات تنعكس إما بيطفح بوش حب بشكل فظيع، وهذا الحب بيروح بعد نصف فترة الرضاعة، يعني ما بكفي إنه هي تولد وتمر مرحلة النفاس، لا في عنا كمان مرحلة بالرضاعة كمان بتأثر، ممكن إنه يصير في عندها كلف حملي اللي هو بكل جسمها مو بس بالوش، يعني بتلاقي بصير في عندها بيطلع بقع بالنية بأماكن حتى ما بتتعرض للشمس، لأنه هذا مو كلف شمسي، هذا كلف حملي هرموني. أكيد بيخف
بعد الولادة، لكن ما فينا ننكر انه لما يكون في صبية عندها قابلية انه يكون في عندها كلف، هذا الموضوع بده يروح مع everlasting. بس هي بدها تدير بالها تحمي وشها من الشمس، ما تقرب على اي نوع مقشرات، على اي، ما تعمل جلسات تنظيف بشرة ابدا. اول 3 شهور نحن من بعد ممكن نعمل، بعد 3 شهور بزيد كثير الهرمون. فعلا في صبايا مجرد ما يولدوا وشهم بصفى بطريقة فظيعة، يعني كثير في صبايا بيحاكوني او بيجوا لعندي عن جد حرام حب فظيع، يعني الا ما تقربي على وشك، ما فيك تعملي شيء، عقمي وحطي مرطب خفيف واستعملي واقي شمسي، ما فينا نقرب على وشك، بعدين بيصير في عندها حساسيه مفرطه. ممكن انت الحامل اذا بتعملي لها هيك على وشها تعلم اصبعتك، صحيح يتعلم فعلا، وخصوصي اللي عندها الكلف الهرموني بشكل مو طبيعي. ننتظر لحتى تولد بالسلامه، بعدين في كثير اجراءات نحن ممكن ناخذها. يعني نصائح اخيره بدنا توجهيها سيدرا لكل السيدات والصبايا يلي بيهتموا بموضوع بشرتهم. هلا في موضوع حابه احكي فيه، موضوع المسام كثير حكينا فيه، بس هلا مثل ما حكينا قبل بشوي عم يلجأوا للتقشير كرمال قصه المسام. كثير في عالم تتوهم من قصه المسام، طبيعي نحن يكون في عندنا مسام بوشنا، ما في داعي ابدا نستخدم وسائل التقشير ان كان كيميائي ولا منزلي ولا كريمات ولا عند اخصائي او حتى ليزر اذا كانت المشكله بس منطقه الوجنتين والتيزون. كثير طبيعي نحن بهي المنطقه يكون في عندنا مسام، لانه بطبيعتنا هون في عندنا جيوب انفيه وهون في عندنا زياده افراز دهون، لانه ما في عندنا وساده شحميه تحت هي المنطقه خصوصي منطقه الانف، لهيك بتلجا الخلايا لطريقة لتحمي نفسها بأنه هي زيادة إفراز دهون. لهيك نحنا ما بنقدر أنه نستخدم التقشير الكيميائي لهذا الموضوع، يفضل استخدام الوسائل الطبيعية. أكيد. يعني سيدرا بدنا نشكر وجودك معنا، ودايما نصائح إن شاء الله يا رب يكون كل يلي تابعنا استفاد منها. شكرا كثير لك حبيبتي. أهلا شكرا وسهلا لك، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. سالي، لهون مشوارنا الصباحي وصل لختامه، لكن النهار أكيد لساته ببدايته. خلوا تفاؤل، مرايتكم لتحققوا كل شيء بتتمنوه. أكيد ابقوا على اطلاع على كافة الأحداث من خلال التغطيات المستمرة على شاشات الإخبارية السورية. موعدنا كل يوم تمام الساعة 9 صباحا. لحراس وصلنا على الأمان أبطال الجيش العربي السوري، تبقوا بألف خير. باي باي. شكرا لك سالي. شكرا لك يا سلمى، وأكيد خلوا الابتسامة رفيقة لتقدروا تكفوا بقية نهار بنشاط طاقة كبيرة. أكيد لكل حدا حابب يشاركنا بفكرة أو اقتراح، ابقوا على تواصل معنا عبر موقعنا على الفيسبوك صباحنا غير. كل التحية لكم، الرحمة لأرواح شهداء سوريا مدنيين وعسكريين. إلى اللقاء.